أدهم اسمع كلامي، لو بتحبيني بجد وعايز تاخد برأيي كلمها هي، هي هتخاف من الفضيحة وهتلم الدور. أدهم اسمع الكلام. أدهم أنت قمت ليه؟ أصلي المفروض إني بتمشي في الجنينة، هبقى أكلمك على التليفون. طب أنت هتمشي بالسرعة دي من حتة تقعد معايا؟ معلش لو عرفت أعدي تاني هعمل كده. هو أنت كلمت خالك عني؟ أصلك لسه قايل دلوقتي إن أنتوا صحاب قوي وسر بعض. كلمت عنك، وعلى فكرة نفسي أشوفك. قلت له إيه؟ بقولك إيه؟ هبقولك بعدين، لازم أمشي بس عشان أمي. سلام. خلي بالك من نفسك. عايزة حاجة؟ لا خلي بالك من نفسك. فين؟ هي مين؟ أمي. إيناس فين يا هند؟ مش قلت لي إنها بايتة عندك؟ كان بايتة بس مشيت. مشيت؟ مشيت راحت فين؟ تصدقي ان انا افتكرتك امبارح بسرعه مع ان شكلك كبري يجي 100 سنه. سبتلك انت الشباب وش والصياعه. ادخلي اقفلي الباب وراكي. زفت يا جمعة. جمعة افندم. يا ست هاني كنت فين؟ مش قاعد هنا ليه؟ ولا شاطر تقعد مع البلاوي اللي زيك تعرف اخبار دي وده؟ ما تتحركش من هنا. حاضر يا فندم. انا جاي لي جواب مهم من البنك، اول ما يجي تجيبهولي. حاضر. داك القرف. تعال يا زفت. تعال. يا عربية مدام إيناس بتعمل إيه هنا؟ ما أعرفش يا فندم. طب غور. شفتي انا قد ايه قريبه ليكم؟ اوعى تكوني فاكراني جايه لك عشان هتحدد الفيديو اللي معاكي، ولا جايه لك عشان خايفه ومرعوبه منك. امال انت جايه ليه؟ فاكراكي عايزاني اصالحك على اخوك يوسف، ولا يمكن عايزه منه قرشين عشان تعيشي بيهم. وانت فاكره لما احب اوصل ليوسف هاجي لك انت؟
وانتي اصلا تعرفي تكلمي حد في البيت ده كله غيري؟ ندى اصلا وانتي بالنسبه لها ميته من زمان، والحيزبونه نجوى مش طايقاكي طول عمرها، ولا كوني حاطه في بالك انك عندك امل توصلي ليحيى عشان تجيبي. لا امل ولا عمر، لما احب اوصل ليوسف اعرف اوصل له. وعلى فكره مش جايباكي هنا عشان اهددك بالفيديو. على فكره بس بدايه كلامي احب ابلغك ان الفيديو اللي معاكي ما يفرقش معايا في حاجه. ما انا عارفه طول عمرك بيك حوالت الادب زي ندى زي البيت كله. نسيت اقول لك الحمد لله على السلامه بمناسبه خروجك من مستشفى. طب اسمعي بقى الكلمتين اللي هقولهم لك عشان ما طلعش عليك الا. لو انت خايفه على الامر بتاعك لم نفسك، عشان لو جوزك عارف هيخلص عليه. ولو مش خايفه على الامر بتاعك خافي على ابوك الوزير اللي ان شاء الله هيخرج من الوزاره بفضيحه مجلجله عشان بنته مرافقه على جوزها. ولو مش خايفه من كل دول خافي مني انا. انت لسه قايلاه هوبا دماغي خفيفه. ساعتها هحط لك الفيديو ده على النت وفتحتك هتبقى بجلاجل. تخيلي الحكومه بتاعتنا هتكرمني، سيادة الرئيس نفسه هيديني وسام طبعا. هل هي الناس عن السياسه وامور البلد؟ مش هيبقى في غير سيره واحده بس، ايناس حماد وطارق الوكيل. هو مش اسمه طارق الوكيل؟ تحب اجيب لك عنوانه؟ طلباتك يا حياه. كلمي نفسك يا روح امك وتحافظي على اخويا وسمعته وعلى ابنه. انت جايباني هنا عشان تديني درس في الاخلاق. هو انت مش حاسه ان انت محتاجه درس في الاخلاق؟ ولا البعيده ما بتسيبش فرد؟ ده انا شايفاكي في الحفله. طب ما انت كنتي في نفس الحفله. خليكي في نفسك يا بنت وصدقيني المره الجايه هطلع عليك ال. تشربي ايه؟ هي جمعه عرفت؟ ايوه يا مدام، سعد بتاع الامن اللي هناك قال انه شافها وهي طالعه الفيلا من شويه، وهو عارف كويس قوي انها مدام ايناس مرات يوسف بيه، بس بصراحة هو خاف يسألها طالعة عند مين عشان لا مؤاخذة يعني هي تنكى حبتين وما بتردش على حد وممكن تحرجه. طيب ممكن تجيب لي سعد ده هنا؟ عناية يا مدام، ده حتى هو قال لي على حاجة برضه بخصوص. بخصوص إيه؟ بخصوص أستاذ أدم. ماله أدم؟ طالع نازل عند واحدة ست ساكنة هناك يا دوبك بقالها كام يوم. مين الست دي؟ هو سعد بيقول إن الست دي من ساعة ما سكنت هناك. طيب روح انت يا جمعة وهبقى ابعت لك كمان شوية. عمرك يا مدام. ايناس ايه يا حبيبتي؟ كنت فين من امبارح؟ شغلتيني عليكي قوي قوي قوي. وانت شايفاني عيالة صغيرة عشان تتشغلي عليا؟ لا بس معقولة تباتي بره البيت وما اقلقش عليكي يا انوسة؟ ده احنا حتى نبقى عيلة وسخة قوي. عموما انا خليت هند تبعت يوسف مسج عشان تليفوني فصل شحن، بس ذنبي بقى انها وصلت متأخر. طبعا. ايناس هو انت يا انوسة كنت عند مين في الفيلا اللي قدامنا؟ كنت عند حياة. داخله في مشكله كبيره قوي يا حياه. لو عينيكي غفلت لحظه واحده او ما فكرتيش في كل خطوه بتعمليها ممكن تلاقي نفسك راجع المستشفى تاني. حياه اللي قلتهولك ده احساس يخصني انا، لا انتي مسؤوله عنه ولا انا طالب حتى تفكري فيه. Thank you.
كتير؟ لحد امتى بس؟ يا حبيبتي غلط نفسيا على اولادنا انهم يحسوا ان في مشكله بينا. وانت لو كان يهمك الولاد كنت عملت اللي عملته؟ انا عملت ايه بس؟ انا لو حكيت لك حكايتها هتقدري وقفتي جنبها. جوزها برضه خطوب بنته؟ لا هي الحقيقه مش متجوزه وما عندهاش بنت، بس هي اضطرت يعني تالف الحكايه دي علشان خايفه على مشاعرك. انت بتتكلم عنها كانها واحده ست عاقله وبتفهم. هي فعلا عاقله وبتفهم زينا. بأمرت ايه؟ بأمرت ان الهانم بقالها 13 سنه في المصحه، وساعتك اللي مهربها من المصحه لما اهلها رفضوا يستلموها عشان خايفين من جنانها. ده انت عندك معلومات كتير قوي. وما عنديش استعداد اني اصدق كلمه هتقولها. لازم تقتنعي عشان انت عارفه جوزك كويس. كنت فاكره اني عارفاه، واكتشفت اني ما اعرفش عنه اي حاجه. اكتشفت انه ممكن يخوني. ومع مين؟ مع واحده مجنونه بتتعالج عنده. بتتعامل ازاي دي؟ ما بتخافش منها؟ ولا عشان اتعودت؟ طب بتبوسها ازاي؟ بوس ايه بس؟ ابوس ايه؟ ابوس ايدك بطلي جنان؟ انا برضو لا بطل جنان؟ يا عشان ده انت مرفوض من شغلك بسببها. وفخور ولازم تفتخري بجوزك انت كمان. عارفه بقى انت مشكلتك ايه؟ انك صدقتي كلام سلوى، سمعتيه كده واقتنعتي بيه من غير ما تفكري او حتى تستشيريني فيه. طب وسلوى ايه مصلحتها في انها تكذب عليا وتتبلى عليك؟ عشان حياه غنيه جدا واهلها بيدفعوا فلوس كتير قوي طول ما هي قاعده في المستشفى. عايزيني اكتب تقرير انها لسه مجنونه مع انها اعقل من سلوى. انت مش قعدتي معاها وشفتيها؟ قعدت معاها واتكلمت معاها، ضربت بالقلم علشان خاطرها. اسف مستعدة أتأسف مليون مرة. صدقيني كانت لحظة انفعال، حقك عليا ما تزعليش مني. بس أرجوكي بلاش نهد البيت ده علشان وهم. وهم؟ أيوة وهم. ومستعد أعمل أي حاجة في الدنيا علشان أثبت لك إن هو وهم. بتقولي إيه؟ وأنتِ شفتي حياة فين؟ حفلة إيه يا ناس؟ أنا مش فاهم حاجة. طب وهي راحت فين دلوقتي؟ فين؟ طيب رحت لهند السواح. لا مش هينفع في التليفون لما نتقابل. ويا ريت يا ناس لما ارجع البيت النهارده الاقيكي موجوده عشان في حاجات كتير قوي عاوزين نتكلم فيها مع بعض. مع السلامه. شو بك؟ حقيقتك ملبك كتير مش على بعضك. لا ولا حاجه. معلش حبيبي ممكن تستنيني في مكتبي بس 10 دقايق اعمل كام تليفون كده وبعدين اجيلك؟ لا حاسركك كمل تليفوناتك براحتك، بس ناطرتك المسا بالاوتيل مثل ما اتفقنا كرمال الكونتراكت. كونتراكت ايه بس؟ ما احنا ماضينا خلاص. وحياتي ما تزعلي مني، انا التليفون ده عصبني وقلب لي مودي خالص. معلش لكن بالمسا هتلاقيني تمام. اوكي ناطرتك. اوكي يا ريت تاخديه معاكي جوه لاي حد ديول. اوكي اتفضل. تشاو. ايه يا كارول؟ ايه يا كارول ده انا متضايق حتى. يا فؤاد انت فين؟ Thank you.
معايا في انهي دور؟ في التاني يا ست هانا، بس هي لسه نازله حالا. لحقت؟ طيب ممكن لما تيجي ما تديهاش خبر ان حد سأل عليها وتبلغني على طول، وليك عندي هديه حلوه قوي. من عينيا يا ست هانا. تلاقيه مزنوق في البيت ولا بيعمل حاجه في العياده، عشان كده كنسل عليك وما ردش. لا يا اكرام، عمل عليا ريجكت مرتين. انا امبارح كنت في منتهى الادب معاه، اكيد زعل مني. لا، اللي بيحب بجد ما بيعرفش يزعل، والدكتور هشام بحبك قوي يا حياه. بس انا ما بحبوش، انا بعتبره دكتوري وبس. يعني ممكن احس ناحيته احساس اخوه صداقه، لكن مش اكتر من كده. انت شكلك كده لسه بتحبي يحيى. يحيى؟ ايوه يحيى، لسه جواكي صح؟ جوايا ازاي بعد كل اللي عمله فيا ده؟ ازاي دي بقى هقولها لك واحنا بنعمل شوبينج. يلا بقى شيلي التكشيره دي من على وشك، احنا جايين نعمل شوبينج عشان نفرفش ونفرح مش عشان نكشر. نبدا بايه الاول، ميك اب ولا برفيوم؟ انا بجد مش عارفه اقول لك ايه. برفيوم. يلا بينا برفيوم. ده شيك ببقية مستحقاتك. ويا ترى هيتصرف ولا زي اللي قبله؟ جرب يا باشمهندس وان شاء الله هيتصرف، ولو في اي حاجه بكلمك تاني. هكلمك ان شاء الله هيتصرف من غير ما تكلمني. عموما لو ده حصل انا هحاول المحامي بتاعي النهارده يسحب البلاغ اللي كنت مقدمه في النيابه. شرفتني يا باشمهندس، متاسف جدا على اللخبطه دي. شكرا، فرصه سعيده يا فندم. من هنا ورايح بقى هخليكي معايا في كل خطوه عشان تبقي تصدقيني. اوعى تفتكر ان انت عرفتي تضحك عليا، واني ممكن اخسر يوسف اخويا بسببك او اسحب فلوسي اللي عنده عشانك. الله الله الله، ايه لازمته بقى الوش ده ما كنا كويسين؟ لا بس عشان تبقى عارف، وفلوسي اللي حولتها لك دي اخر وقفتي جنبك، يعني خلاص خلصنا شطبنا. لا حول ولا قوة الا بالله. وانت يعني يا حبيبي ده اللي يرضيك ان جوزك وابو ولادك يترمي في السجن وتقفي تتفرجي عليه؟ وانت يعني يا حبيب قلبي يرضيك ان انا اخسر فلوسي اللي ورثتها عن ابويا بسببك؟ ما يرضينيش طبعا ولا واقف على كده. في النهاية برضو فلوس ولادنا. شوف انا موافق ان انا ابيع لك نصيبي في القرية. بيع سوري كده يعني عشان كل حاجة تبقى باسمك يا حبيبة قلبي والدنيا تحت ايدك. واتحبس انا مش كده؟ لا طبعا يا حبيبتي، بعد الشر عليكي. انا بعمل كده بس عشان قلبك يرتاح ويطمن. ولو تحبي من بكرة أجهز لك مكتب هنا وتبقي معايا خطوة بخطوة، أنا موافق. أصيل يا يحيى. ألو؟ لو نهدى جنبك ما تخليهاش تعرف إحنا بنقول إيه لحد ما أشوفك ونتصرف. أنا عرفت لك طريقة حياة. إيه؟ ما تقولش أي حاجة لحد. المشكلة في آدم. صاحب وصل لها قبلنا كلنا. وعرف حكايتها. حاجة يا أدهم؟ ها؟ أدهم في حاجة؟ لا مفيش. تحفة تحفة عليكي يا بنت اللذينة، كل الحاجات حلوة عليكي. هناخد الطقم ده كمان. إكرام كده كتير قوي. وانتي مالك كتير ولا مش كتير؟ ما انتي عارفة أنا ما عنديش فلوس عشان أرجع لك الحاجة ديت. يا ستي اعتبري تمن الحاجات دي سلف مني ليكي، ولما يبقى معاكي فلوس وإن شاء الله قريب ترجعهولي مش هقول لك لأ. خشي قيسي ده كمان.
قمر يلا سلفة سلف يلا خشي ايزي بس اكرام ايه يا مالك انتي شفتي عزت عزت مين فين ده لسه معدي من هنا ما شفتوش وحتى لو كان موجود تفتكر يقدر يقرب لك وانا موجوده ده اطلع لك البلا الازرق على كتفه بطلي الجبن ده مالك خايفه كده حاجه بنمشي تعالي قيسي الحاجات دي عايزين بقول لك مش عايزه مش عايزه اشتري حاجات يلا ماشي حاسبي بس وانا حاسبه وانا هغير الدنيا حاضر لا لا حاسبيش حاضر ما تقلقيش اكرام اوعي تمشي يا حاضر يا حياه انا معاك اهو إذا مش عايز قلت لي مفيش حاجة كبيرة، بس أي حاجة ليها علاقة بالدماغ بنحط المريض تحت ملاحظة لمدة 3 أيام عشان نطمئن عليه. بس شكله تعبان قوي يا دكتور. هو دايخ شوية من الخط، بس شوية هيبقى كويس، بجد شوية هيبقى كويس، ما تخافيش. بعد إذنك. هو انت زعلان مني؟ معقول يجي اليوم اللي ما تردش فيه عليا؟ طب منين بتحبني وانت ما بتردش عليا؟ كداب تستاهل اللي جرالك واكتر من كده كمان حسبي الله ونعم الوكيل فيك مدام رانيا سيادة المكتب من حيز حضرتك انا ما اعرفش حاجه عندكم جوه لما يفوق بسالوه ولا حتى ولا ابي برضه ما بيردش كده يبقى ظنك في محله وبعدين معاكي بقى خيالتيني في ايه واقول لك هددني بان هو هيرمي على وشه ميه نار يا بنتي سيبك منه ده حشره ولا يسوى هو مستبع للدرجه دي يعمل كده وسط الناس لا هو سافر واطي وبس ده يعمل اي حاجه في اي حته يا بنتي ركزي بقى في الدكتور هشام اللي عمل لنا فيها مقموص هاتي الموبايل هتعملي بيه ايه هتصرح هبعت له مسج اركبي اي واحد هتكتبي له ايه يعني مالكيش دعوه اركبي بس ايه ده ما ردش يعني ايه انت مش قلتي انك لسه هتقولي له لا ما انا بصراحه بعت مسج من تليفونك الصبح وانت بتعملي شعرك عند الكوافير انت ازاي تعملي حاجه زي كده من غير ما تقولي لي ما انت ما كنتيش هترضي وبعدين بقول لك ايه نروح ونقعد براحتنا نتكلم مالك في ايه انا متضايقه المسج اللي انت بعتيها ديت مش مريحاني بالعكس انا بقى شايفه ان المسج اللي انا بعتها دي هي اللي هتخليه يتكلم حتى لو كان عامل فيها مقموص مش هي دي المشكله عندي انا خايفه خايفه يفتكر ان انا بحبه طب وفيها ايه دي يعني ايه فيها ايه يا بنتي حد يلاقي حب اليومين دول بيقولوا لا طب دي احلى حاجه في الدنيا ان الواحده مننا تعيش حاله الحب بكل ما فيها انت مش فاهمه اي حاجه زيها فاهمه انت ذنبك ايه وهو برضو ذنبه ايه الراجل لما قرب منك وتعامل معاكي حبك انسي عقدتك القديمه اللي بين ندى ويحيى ده مش حب دي وساخه قرف صدقيني الحب اليومين دول فرصه اللي يلاقيه لازم يمسك فيه بايديه واسنانه أنا إحساسي بهشام إحساس مختلف خالص عارفة لما قعدت لوحدي وقعدت أفكر فيه محسيتش إن هو حبيب أو أخ أو حتى صديق
حته مختلفه تماما، حته لوحده. الحته دي ممكن تصغر قوي لو اتقلبت الحكايه ما بين ست وراجل. انا كنت ناويه اقول له على فكره الكلام ده، بس مش عارفه ايه اللي حصل، مش عارفه ايه اللي حصل، اختفى وما بقاش يرد عليا. ده ايه الكلام الجامد قوي ده؟ تصدق اني غيرت؟ كان نفسي اسجل لك الكلام ده واسمعه له. يا ريتني ما كنت سبته ينزل، يا ريتني ما كنت سبته ينزل، يا ريتني. اطمني يا حياه، مش هشام الراجل اللي يسيبك في ظروف زي دي، على الاقل هيفضل جنبك لغايه ما يخلص لك كل ورقك. اهو انا قلبي كان حاسس. ادهم، ما قدرتش اقول لها. ما قدرتش ولا خفت؟ الاثنين. ما قدرتش لان مفيش في ايدي دليل ممكن اواجهها بيه، وخفت لاني عارف براحتها، عارف انها ممكن تعمل لي حوار كبير في البيت. انت مش بعيد تروح تقول ليوسف. تقول له ايه؟ ان انت شفتها في حفله في حضن راجل تاني؟ تفضح نفسها يعني؟ هتروح تقولي اني كدابه بحور، وعملت الحوار ده كله عشان اي حاجه. يعني هي ممكن تقول له ان انت بتعكسها وحاطط عينك عليها؟ بعكسها؟ دي انت طيبه قوي. واحد زي دي هتقول له اني كنت عايز انام معاها؟ ولما رفضت قمت انا بقى الفت الحوار الهندي ده. خالك هيصدقها؟ هو ما يصدقهاش ليه؟ عشان اعرفك. انا هتجنن، مش عارف اعمل ايه. انت تسكت خالص وما تفتحش بقك بولا كلمه. اسكت خالص؟ اسكت عادي كده؟ اسيب خالي مختوم على قفاه وانا قاعد اتفرج عليه ولا ايه؟ مش فاهم. انت اللي حطيت نفسك في الموقف ده. انا؟ يعني ايه؟ يعني لو خالك كان يعرف ان انت انسان محترم ما كنتش هتخاف اصلا انك انت تروح تقول له. لو كان يعرف ان انت ما بتشربش عمره ما كان هيصدق انك ممكن تخش تهجم عليها وانت سكران. لو ما بتكذبش كان هيصدقك، لكن انت للاسف مش مخلي اللي حواليك يحترموك. ايه ايه ايه؟ واحنا بنتكلم فيا ولا فيها؟ لا بنتكلم فيك انت. انت زعلان ليه انها زفت وخلك زفت؟ ما تبص لنفسك ولا لعيلتك الوسخه. ده ما فهمش حد حاول يعلمك حاجه كويسه ولا حاجه نظيفه. بقول لك ايه؟ انا غلطان اني كلمتك من الاول اصلا. انا اسفه انا اسفه، انا ما اقصدش ان انا اقول على عيلتك كده. هي مش نظيفه وانا مش نظيف. امال انت ايه؟ ها انت ايه يا مدام؟ مين انت واثق منها؟ على ليه مستعله رجاله من بلكونه بيتها؟ سلام سلام يا حياه. Thank you.
بفكر في الهروب، منين يجي الإحساس من نفسي ولا الناس؟ والنهار يكتبه آخر النهار مشطوب، والبشر بتحسيبه تلاقيه مش محسوب، وبخاف من الغروب وكل ما يقرب بفكر في الهروب، منين يجي الإحساس من نفسي ولا الناس؟ واللي النهار يكتبه آخر النهار مشطوب، واللي البشر بتحسيبه تلاقيه مش محسوب. واحنا زي الشمس، احنا زي الشمس مسرنا للغروب، مسرنا مسرنا للغروب، مسرنا